تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، أقيم حفل تدشين كتاب الشراكة الاستراتيجية البحرينية الإماراتية إرث الماضي تحديات الحاضر وآفاق المستقبل في معرض إكسبو 2020 دبي بحضور الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات. هذا وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة الاستراتيجية مع مملكة البحرين وبالالتزام معا بدعم قيم الأخوة والتعاون والعمل المشترك. في إطار حرص البلدين على تنمية عناصر القوة في علاقتهما الأخوية، أقيم حفل تدشين كتاب الشراكة الاستراتيجية البحرينية الإماراتية إرث الماضي تحديات الحاضر آفاق المستقبل في معرض إكسبو 2020 دبي تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أصدره مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات بالتعاون مع مؤسسة وطن الإمارات. هذا الكتاب الذي يؤطر لحقيقة وواقع قائم بين البلدين، مفاده قيام قادة البلدين والآباء والأجداد بترسيخ دعائم العلاقات التاريخية الوطيدة بين البحرين والإمارات من خلال محطات تاريخية رئيسية ركز عليها الكتاب وسلط فيما سلط على محاور عدة من هذا التعاون من جهات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والثقافية والشعبية وغيرها. ونؤمن بأن هذا الكتاب بإذن الله إن شاء الله سيحظى بمتابعة واهتمام من القطاعات المعنية. كتاب يأتي إكمالا لعمق العلاقة البحرينية الإماراتية اللي أنا دائما أتكلم عنها في جميع المحافل اللي استمرت لعقود ومن الزمن، يعني احنا نتكلم عن علاقة عمرها فوق 250 عام. هذه العلاقة اللي مثلت نموذجاً يحتذى به في المنطقة. تعتبر العلاقة الاستثنائية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي تمتد جذورها لعقود طويلة برهاناً على الثوابت التاريخية والوطنية والقومية العربية والأخلاقية والإنسانية، ما جعل منها نموذجاً عربياً متفرداً للشراكة الاستراتيجية في مسيرته ومساره. الكتاب هو مهم جداً ويتحدث عن شراكة تاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة، التي أعتقد هذه الشراكة تمتد لمئات السنين وليست جديدة. هناك شراكة، يعني خلنا نقول ليست فقطها، لكن هناك صلة قرابة بين الإماراتيين والبحرينيين، هناك أخوة، هناك صداقة في كافة الأمور. مبارك طبعا هذا الإصدار، فكما يقال أننا نحن من يعبر الزمن وليس الزمن هو الذي يعبرنا، كي نستطيع تشكيل رؤانا المستقبلية. ولعل في قراءة المنجز وخاصة المنجز الماضي، تاريخ الماضي، إنما هو هذه الذاكرة الحضارية التي علينا أن نتمعن بها، لأن المرء لا يمكن للمرء أن يصل إلى تاريخ وطني إن لم يقرأ هذه الذاكرة. فالذاكرة الحضارية هي الأساس الذي ننطلق منه. جاء الكتاب من خلال هذا الحوار فكرة وتأليفا ورؤية، لأنه يجسد هذا التشارك. يمثل هذا الكتاب إضافة نوعية للمكتبة الخليجية والعربية، حيث يقدم رؤية شاملة وقراءة تحليلية لمختلف مسارات العلاقات البحرينية الإماراتية، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.